السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر عن التأخير، بس كان عندي لقاء في مادة أخرى فشوي أخذنا الوقت، وعلى ما أدخل مرة ثانية الحساب يأخذ وقت. إن شاء الله بالله نعوضكم على هذه الدقائق البسيطة إن شاء الله في نهاية المحاضرة. أتمنى من الجميع فتح ملف الشرائح الخاص بالتكاليف عن الأوامر أو محاسبة تكاليف الأوامر. إن شاء الله بإذن الله ثواني ونبدأ. أتمنى فتح على تمرين رقم 2. هل الصوت واضح؟ أتمنى من الجميع اللي تو داخل اللقاء يفتح على ملف الشرائح الخاص بتكاليف الأوامر الإنتاجية، يفتح على تمرين رقم 2. وأتمنى يعني إذا استطعتوا أنكم يعني تفتحون ملفين أو ملف واحد، تكون قضية ملف الأسئلة يكون عندكم صفحة الأسئلة أو بيانات السؤال موجودة، ولما نذهب إلى الجواب فتصير يعني سهل الرجوع لها. أنا بس أحاول أفتح ملف ثاني اللي هو فيه عشان تكون عندي في الشاشة الملفين جاهزين. بس ثواني ونبدأ إن شاء الله. الجميع جاهز؟ جاهزين نبدأ؟ طيب الآن احنا الآن هي شريحة رقم 63، شريحة رقم 63. طيب احنا ذكرنا الآن في تكاليف الأوامر الإنتاجية هناك عندي حسابات مهمة، عندي حساب المواد المباشرة والأجور المباشرة، تمام، وعندي حساب التكاليف الصناعية الغير مباشرة اللي هي بين قوسين الفعلية، وعندي حساب الأعباء الإضافية اللي هو يمثل التكاليف الصناعية الغير مباشرة التقديرية، تمام، أو المحملة. بعدين ذكرنا أن عندي حساب مراقبة إنتاج تحت التشغيل، وكذلك عندي حساب تكلفة البضاعة المباعة، هذا نرحل له الأوامر التي تم تسليمها إلى العملاء، وعندي حساب تكلفة الإنتاج التام، وهذا يرحل إليه الأوامر التي تم يعني وضعها في المخازن أو تم نقلها إلى المخازن. وعندي الآن اللي هو حساب الانحرافات أو انحرافات تكاليف صناعية غير مباشرة، وعرفنا كيف يتم حسابه، يتم مقارنة التكاليف الصناعية الغير مباشرة أو اللي هي تعتبر حساب الأعباء، مقارنة بحساب التكاليف الصناعية غير مباشرة اللي بين قوسين تمثل الفعلية، وهذا يتم في نهاية السنة. وأخذنا تمرين رقم 1 وتطرقنا كيف يعني سجلناهم في حساب الأستاذ المساعد، وكيف استخرجنا الانحرافات، وكيف أقلقنا هذه الانحرافات بطريقة الانحرافات تلحق الأوامر، تمام. فالآن خلونا ناخذ تمرين رقم 2 عشان نؤكد على المعلومات التي ذكرناها، وبالتالي تصبح إن شاء الله الأمور يعني واضحة للجميع. هنا سؤال،
طيب اخت مريم، الان لما نصل الى الانحرافات، تمام، في التمرين رقم 2 ببين لك الان، تمام، كيف تكون مستوعبه وغير مستوعبه. فبس عشان الوقت ما ودي ارجع، لاني انا فاتح ملف على تمرين رقم 2، تمام. فان شاء الله يعني بذكر لك، واذا ربما لو ما جاوبت عليك اتمنى تبعثي لي مثلا على الايميل، او في يعني ان شاء الله باذن الله بجاوب عليه، ولكن لو مثلا فوتها ابعثي لي على الايميل او في المنتدى وارد عليك ان شاء الله. تمام، الان خلونا الان في تمرين رقم 2، تمام. خلونا الان نقرا التمرين وبعدين نبدا الحل. الان انا الان في شريحه رقم 36، تمام. يقول استخرجت البيانات التاليه في 1 رمضان من السجلات، تمام. عندي هنا 6 اوامر، تمام. اول عنصر تكلفه اوامر تحت التشغيل اول الفتره. عندي امر رقم 1 يوجد فيه 51,000 ريال، وامر 2 91,500، ورقم 3 و4 رقم 5 و6 لا يوجد لهم رصيد. ايش معنى؟ يعني انهم تم انشاؤهم خلال الفتره، تمام. ففي بدايه الفتره لم يكونا موجودان، تمام، لم يكونا موجودان. فبالتالي لما بدات الفتره تم انشاء امر رقم 5 و6 لان ليس لهم رصيد. فعندي اول عنصر اللي هو تكلفة أوامر تشغيل أول فترة، هذا يعتبر رصيد أول الفترة. خلونا الآن ننتقل إلى العنصر الثاني. أنا الآن ما زلت في السؤال، أنا الآن قاعد أشرح معطيات السؤال بعدين نبدأ الحل، تمام. النقطة الثانية عندي رقم 2 المواد المنصرفة للأوامر خلال الشهر، تمام، اللي هذا يمثل المواد المباشرة. فالأمر الأول صرفنا له مواد بقيمة 8,000 ريال، والأمر رقم 2 صرفنا له مواد بقيمة 10,500، والأمر الثلاثة لم يصرف له أي مواد. رقم 4 و5 كما ترون مكتوب عندكم في السؤال. بعدين خلونا ننتقل الآن إلى رقم 3 وهو إرجاع المواد. إيش معناها؟ أن تم إرجاع بعض المواد من 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 الأوامر إلى المخازن، تمام؟ فبالتالي سوف نجعلها دائنة. فهي تم رجعنا مواد بقيمة 2000 ريال للأمر الأول، ورجعنا مواد للأمر الثاني بقيمة 2100 إلى نهاية المعطيات في السؤال. بعدين عندي رقم 4 هناك مواد محولة بين الأوامر. تذكروا لما ذكرنا في المقدمة كيف نعمل القيد الأوامر المحولة بين الأوامر؟ عندنا الآن السؤال ذكر لي هذه النقطة. أول حاجة هناك مواد محولة من الأمر 1 إلى الأمر رقم 4، تمام. فعندي الآن 800، هذه أجعلها بالناقص للأمر رقم 1 لأنها خرجت منه، وأضيفها إلى تكلفة الأمر رقم 4 لأنها تحولت إليه. وكذلك ننتقل إلى أمر العنصر الثاني، تم تحويل مواد محولة من أمر رقم 4 إلى أمر رقم 6. فعندي 1350 اللي في أمر 4 هذه تكون بالناقص، أي نجعلها دائم لأن أخذناها من حساب أمر رقم 4 وأضفناها إلى حساب أمر رقم 6 ب 1350. فعندي في قضية التحويل في عندي جانب من الأوامر سوف ينقص، وعندي جانب آخر الذي استقبل هذه المواد المحولة سوف يزيد، تمام. بعدين الآن ننتقل إلى قضية العمل المباشر. عندي الأمر الأول 36,000 ريال، الأمر الثاني 52,500 إلى آخره، تمام. فبالتالي هذه تسجل في جانب المدين. فالآن ذكرنا الآن ننتقل إلى شريحة رقم 64، يقول فإذا علمت أنه بدأ التشغيل خلال الشهر على أمرين جديدين هما 6 و5 أو هما 5 و6، تمام. وهذه احنا عرفناها يعني لأن كان رصيد أول فترة كان للأربع أوامر، ورقم 5 و6 لم يكن لديهم رصيد أول فترة، وبالتالي احنا استنتجنا أن هذان الأمران تم استحداثهم خلال الشهر. طيب يعني معلومة مهمة، طيب مش مرة مهمة. طيب رقم 2 تحمل الأوامر بالأعباء الإضافية بمعدل تحميل تقديري قدره 50% من العمل المباشر. الأعباء الإضافية ماذا تمثل الأعباء الإضافية؟ أتمنى سجلوا معي، اكتبوا الجواب في قسم المحادثة. ماذا تمثل الأوامر أو ماذا تمثل الأعباء الإضافية للأوامر؟ ماذا تمثل الأعباء الإضافية للأوامر؟ لا هذه كيف نحسبها يا أختنا؟ بس أنا لا أبي نبي نفهم الآن
الأعباء الإضافية ماذا تمثل للأوامر؟ وش طبيعة الأعباء الإضافية؟ أوكي، إحنا كيف نحسبها؟ نضربها في 50%. ممتاز أخت أسماء، اللي هي تعتبر، أو يعني الأخ حسن يعني ذكرها بالتفصيل، ممتاز. هي تمثل تكاليف صناعية غير مباشرة تقديرية. شوف زي ما ذكر زميلكم حسن، هي عبارة تكاليف صناعية غير مباشرة تقديرية، تمام؟ هذه نحملها في بداية الفترة، تمام؟ وفي نهاية الفترة حنا نحسب التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية، تمام؟ وبعدين نقارن الأعباء الإضافية بالتكاليف الصناعية الغير مباشرة اللي بين قوسين تمثل الفعلية، تمام؟ وبعدين الفرق هذا يمثل الانحراف، سواء كان مستوعب أو غير مستوعب. بعدين نشرح للأخت اللي سألت عن قضية متى يكون مستوعب ومتى يكون غير مستوعب، تمام؟ كيف نحسب الأعباء الإضافية؟ هنا ذكر لي في السؤال تحمل 50% من العمل المباشر، فلو كان العمل المباشر الأمر الأول 36,000، فنضربها ب 50% فتطلع لي كم؟ أتوقع 18,000، مظبوط؟ بعدين نروح عند العمل المباشر للأمر رقم 2، كيف نحسب الأعباء الخاصة ب 52 و500، نضربها ب 50%، وهكذا. فهذه الآن احنا الآن ما زلنا في شرح معطيات السؤال. طيب خلونا الآن ننتقل إلى رقم 3. يقول في نهاية شهر رمضان اتضح أن التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية، تمام؟ لو هو قال لي فقط التكاليف الصناعية غير مباشرة وسكت، هذه بين قوسين تمثل الفعلية، تمام؟ تساوي كم؟ 270,900 ريال، هذا مجموعهم، تمام؟ فبالتالي التكاليف الصناعية غير مباشرة الفعلية هي كم رصيدها؟ 270,900 ريال، تمام؟ بعدين نأتي الآن إلى معلومة رقم 4. تم الأمران رقم 1 و2 وسلم للعملاء، فلما سلم للعملاء إلى أين يتم تحويل هذان الأمران؟ ممتاز أخ حسن، هي تذهب إلى تكلفة، إلى حساب مراقبة تكلفة البضاعة المباعة، تمام؟ تكلفة أو تكلفة المبيعات، وممتازين، تمام؟ بعدين كنا ذكر لي تم الأمران رقم 3 و4 وسلم للمخازن، فهي تذهب أي، يرحلون أي إلى أي حساب؟ الإنتاج التام، ممتاز، حساب مراقبة الإنتاج التام، تمام؟ وعندي رقم 6 و5 فما زالا تحت التشغيل حتى نهاية الشهر، فهم يبقون في حساب مراقبة إنتاج تحت التشغيل، ممتاز؟ خلاص الآن إحنا فهمنا المعطيات، الحل إن شاء الله بيكون سهل إن شاء الله جدا. طيب عن المطلوب تصوير الحسابات وعمل القيود اليومية وتصوير قائمة التكاليف الفعلية. خلونا الآن نبدأ في الحل. طبعا في شريحة 66 يعني هنا ذكر لي تدفقات، يعني اللي هي يعني القاعدة مع خشتف، يعني ذكرناها في المقدمة في اللي يبي يعني يرجع لها، هي يعني غير مهمة. خلونا الآن ننتقل إلى شريحة رقم 57، وخلونا الآن نوزع التكاليف اللي ذكرناها في السؤال في هذا الجدول. وأتمنى أن تكون يعني صفحة الأسئلة معاكم، تمام؟ فخلونا الآن في النقطة الأولى اللي هي أنا الآن في شريحة رقم 57. خلونا الآن سوف نسجل التكاليف في حساب مراقبة تشغيل الأوامر. إحنا ذكرنا في محاسبة تكاليف الأوامر، عندي جميع التكاليف تجمع في حساب مراقبة تشغيل الأوامر، تمام؟ هذا الآن قضية التدفقات. أول حاجة جميع التكاليف تجمع في حساب مراقبة تشغيل الأوامر. فالآن خلونا نجمع التكاليف الخاصة للأوامر في حساب مراقبة تشغيل الأوامر. طبعا حساب تشغيل الأوامر أنا كل أمر أفتح له حساب، فعندي الأمر رقم الأول، في عندي أول حاجة شوفوا البيان اللي تشوفوها في أول عمود على اليمين في الصف الثاني، عندي رصيد أول الفترة، تمام، اللي هو 1/9 اللي هو أول رمضان. كم الرصيد؟ يعني نوعا ما شوي الأرقام يعني توزيعها ما كان كويس، لكن المشكلة إنها كانت صورة فبالتالي ما أستطيع أن أعدل عليها، فبالتالي بس تابعوا معي.
أنا الآن تسأل أختي إيمان، أنا الآن في شريحة رقم 67، تمام؟ فعندي الآن الأمر رقم أول الرصيد حقه كان 51,000 ريال، تمام؟ أنا الآن قدامي معطيات السؤال، فبالتالي على طول أجاوب. عندي الآن 51,000 ريال، فهذه أجعلها في جانب المدين، تمام؟ هذا حساب رصيد أول الفترة، هذا الأمر رقم واحد، تمام؟ بعدين عندي رقم أمر رقم اثنين، كم الرصيد ببداية الفترة؟ ممتاز، 91,000 ريال، تمام؟ 91,000 ريال. بالنسبة ترى يعني حسب السؤال مكتوب 91,000 ريال، ففي يعني ربما أخطاء في النقل، تمام؟ فخلونا نعتمد على المعطيات المكتوبة، تمام؟ اللي في السؤال. بعدين عندي كم اللي هو كان 91,500، صح؟ بعدين عندي الأمر رقم ثلاثة كم كان فيه 60,000، وهكذا نطبق على جميع الأوامر. عندي آخر عمود اللي هو حساب تشغيل الأوامر، هذا يجمع لي جميع الأوامر، تمام؟ فكذا الآن عرفنا كيف هيكلية هذا الجدول. خلونا الآن ننتقل إلى العنصر الثاني وهي المواد المباشرة. حنا كل أمر حولنا له مواد، تمام؟ فكم حولنا إلى الأمر الأول حسب السؤال؟ كم ذكرني الأمر الأول؟ 8,000 ريال، والأمر الثاني كم؟ 10,000، والأمر الثاني له 10,500، وإلى هذا الكلام إلى الأمر رقم 6. فإحنا الآن عرفنا من وين جبنا هذه الأرقام، جبناها كمعطى من السؤال. بعدين ننتقل الآن إلى قضية عندي النقطة الثانية اللي هي المواد المرتجعة، تمام؟ المواد المرتجعة، كيف المواد المرتجعة؟ كانت للأمر الأول كانت 2,000 ريال، فهذه المواد رجعناها إلى المخازن، فبالتالي نجعل حساب الأمر رقم واحد دائن بكام قيمة 2,000 ريال. إيش معنى دائن؟ يعني نزلنا قيمته بقيمة 2,000 ريال. ليه نزلنا قيمته 2,000 ريال؟ لأنه ذكر لي في السؤال أنه تم إرجاع مواد بقيمة 2,000 ريال. واضح من وين جات ال2,000؟ ممتاز. وكذلك الآن الأمر رقم 2 تم إرجاع مواد بقيمة 2,100 ريال، وكذلك الأمر 5 و6 يعني رجعنا لهم بقيمة 700 ريال و1,200 ريال على التوالي. بعدين الآن ننتقل إلى جزئية المواد المحولة. ذكر لي أنه تم تحويل مواد من الأمر رقم 4 من الأمر رقم 1 إلى الأمر رقم 4 بمبلغ 800 ريال. فالمحول منه نخصم منه هذا المبلغ، تمام؟ 800 ريال نجعلها في جانب الدائن للأمر رقم واحد. إيش معناها؟ أن قللنا قيمة التكلفة ب 800 ريال. ليه قللنا؟ لأنه تم تحويل هذه 800 إلى حساب آخر. ما هو هذا الحساب؟ هو حساب الأمر رقم 4، فبالتالي 800 خصمناها من حساب الأمر رقم واحد وأضفناها إلى حساب رقم 4، وهكذا نطبقها على حساب الأوامر المحولة في رقم 5. حولنا من الأمر 5 إلى الأمر 2، فطرحنا 1,750 ريال من الأمر رقم 5 وأضفناها إلى الأمر رقم 2، وهكذا في بقية الأوامر. ففي أحد عنده سؤال في جزئية المواد المحولة؟ ممتاز. بعدين قضية الأجور مباشرة، الأجور معطى في السؤال، فنجعلها في جانب المدين لجميع الأوامر، فنجعلها في حساب الأمر رقم 1 36,000 ريال. من وين جت 36؟ هذه أخذناها كمعطى من السؤال، يعني مباشر، تمام؟ بعدين نأتي إلى الآن إلى حساب الأعباء الإضافية. ذكرني في السؤال كيف يتم حساب الأعباء الإضافية؟ كيف يتم حساب الأعباء الإضافية؟ ما هو معيار التحميل الذي تم ذكره في السؤال؟ هي عبارة 50%، تمام؟ هي عبارة 50%. هو قال لي فإذا علمت أنه يعني يتم تحميل الأعباء الإضافية بمقدار 50% من العمل المباشر، فبالتالي أنا الآن العمل المباشر للأمر رقم واحد كم؟
36,000 ريال، فإذا جيت أحسب الأعباء فأضرب 36,000 ريال ضرب 50% فيصبح لي كام؟ 18,000 ريال، ونحسبها على جميع الأوامر البقية، رقم 1 و2 إلى رقم 6. بعدين نأتي الآن إلى قضية حساب تكلفة أو حساب مراقبة تكلفة المبيعات. تمام، قلنا أن ذكر لي السؤال أن الأمر رقم 1 و2 سلمه للعملاء، فبالتالي يتم تحويل قيمة هذه الأوامر أو يتم تحويل قيمة هذه الأوامر إلى حساب مراقبة تكلفة المبيعات، فحنا نجعلها دائنة. تمام، يعني الحساب الأمر رقم 1 نجعله دائن بهذه القيمة التي تم تحويلها. كم تم تحويل؟ طبعا نحول بالصافي. تمام، يعني أنا أطرح، أنا أحسب أول شيء بجانب المدين قيمة التكاليف، وأطرح منها 2000 اللي هو قيمة المواد المرتجعة، وأطرح منها 800 ريال اللي هو قيمة المواد المحولة، فيصبح لي كم قيمة الصافي؟ اللي هو 10,000 أو 110,200 ريال. ممتاز ممتاز، متابعين معي الأخت لما وأيمن، ممتازين. تمام، الأخت روان أعيد بأي نقطة بالضبط؟ الأخت روان الآن النقطة الأخيرة. طيب الآن احنا وصلنا، الحين احنا أول شيء خلصنا حساب الأعباء وعرفنا كيف حسبناه، الآن ننتقل إلى حساب تكلفة مراقبة تكلفة المبيعات. تمام، ذكر لي في السؤال أن الأمر رقم 1 ورقم 2 سلما للعملاء، فإحنا نعرف قاعدة إذا سلم للعملاء معناها أنه قيمة هذه الأوامر يتم تحويلها إلى حساب مراقبة تكلفة المبيعات. تمام، كيف نحسب؟ عبارة ترصيد عادي. أنا عندي الآن حساب الأمر رقم 1، يعني أجيب الحاسبة وأحسب الجزء المدين، تمام، يمثل تكلفة الأمر. أول حاجة كم رصيد أول الفترة كم كان؟ تمام، نجمع المدين ونطرح من الدان، فبالتالي ممتاز أخ حسن يطلع لي هو الرصيد، فأنا أجمع رصيد أول الفترة زائد تكلفة المواد المباشرة اللي هو 8,000، بعدين أزيد عليه الأجور اللي 36,000، بعدين أزيد عليه الأعباء الإضافية 18,000. تمام، بعدين اطرح من ال2000 اللي هو جانب الدائن المواد التي تم ارجاعها، بعدين اطرح منه 800 اللي هو المواد المحوله، فبالتالي يصبح لي 110,200 ريال. هل واضح يا اخت روان؟ ممتاز. طيب خلونا الان خلصنا كذا الامر رقم 1، عرفنا الرصيد ورحلنا الى تكلفه مراقبة حساب مراقبة تكلفة المبيعات، والأمر رقم 2 نعمل له رصيد زي ما ذكر زميلكم حسن، وبالتالي نحوله إلى تكلفة حساب مراقبة المبيعات. بعدين نأتي الآن إلى رقم 3 و4، ذكر لي أنهما تم تسليمهما إلى أو تم نقلهما إلى المخازن، فبالتالي يتم تحويلهم إلى حساب مراقبة الإنتاج التام. تمام، فبالتالي نمسك الرصيد ونحوله إلى حساب مراقبة الإنتاج التام. تمام، وقضية الرصيد نطبق زي ما طبقنا في رقم 1 ورقم 2، نجمع الجزء المدين ونطرح منه الدائن، وبالتالي هذا الرصيد نجعله في جانب الدائن ونحوله إلى حساب مراقبة المخازن. طيب بعدين نأتي الآن قضية الانحرافات. خلونا الآن نحسب قضية الانحرافات وننتقل إلى الشريحة التي تليها، صفحة أو شريحة رقم 58. طبعا هنا في خطأ في الشريحة، الحين بذكر لكم. أول حاجة الانحرافات، إذا جينا نحسب الانحرافات فحنا نقارن الأعباء الإضافية التي تمثل يعني بين قوسين التكلفة الصناعية الغير مباشرة التخديرية، ونطرحها من التكلفة الصناعية الغير مباشرة اللي بين قوسين الفعلية. فأنا أطرح المقدر تمام بالفعلي،
فأنا تقديريا كم كانت حساب الأعباء الإضافية؟ كم كان حساب اللي هو كان 223,523,500؟ تمام؟ كيف حسبنا هذا المبلغ؟ كيف تم حساب هذا المبلغ؟ اللي هو 223,500. اللي هو ذكر لي في السؤال يتم حسابها ب 50% من العمل المباشر. فأنا أجمع العمل المباشر، تمام؟ كم قيمة العمل المباشر؟ هو كان عندي 108,000، تمام؟ أضربه في 50% يعطيني الرقم الذي أمامكم اللي هو كم؟ 223,500 ريال، تمام؟ فبالتالي هذا كيف أتينا بالأعباء، أو نجمعها من الجدول اللي هو في صفحة 57. عندي الجدول حساب الأعباء، عندي آخر عمود اللي هو يجمع لي جميع الأوامر. لو أرجع إلى شريحة رقم 57 وأذهب إلى عنصر اللي في البيان اللي هو حساب الأعباء، وأنظر إلى آخر عمود على اليسار، أشوف هو المبلغ اللي مكتوب 223,500 ريال، تمام؟ الآن أطرح من التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية، تمام؟ وهنا الخطأ، مكتوب هنا كم؟ 200، مكتوب هنا كم؟ 24,420 ريال، هذا خطأ. حنا هي المبلغ الصحيح مكتوب في السؤال اللي هو موجود في شريحة رقم 64 في رقم 3 اللي هي 270,900 ريال، تمام؟ الفرق بينهم الناتج صحيح ولكن المبلغ المكتوب خطأ. اكتبوه زي ما ذكروا زملائكم 270,900 ريال، اعملوا عليها تعديل. نطرح يعني التكاليف أو حساب الأعباء نطرحها من التكاليف الصناعية غير مباشرة الفعلية، ويصبح الفرق كم الفرق؟ كم يصبح الفرق؟ نفس المكتوب، الفرق مكتوب صحيح، تمام؟ اللي هو 47,400. ايش معناها الآن؟ معناها أن أنا قدرت التكاليف المقدرة، يعني قدرتها بكم؟ ب 223,500، ولكن فعليا كانت التكاليف كم؟ 270,900 ريال. ايش معناها؟ معناها أنا يعني حملت الأوامر بأقل مما يجب، تمام؟ يعني أنا مفروض أحملها بتكاليف أعلى، تمام؟ أنا حملتها بالتكاليف الصناعية غير مباشرة بمبلغ كم؟ 223,500، ولكن فعليا أنا مفروض أحملها بكم؟ 270,900 ريال. فالفرق هذا ما بين المقدر والفعلي اللي هو كم؟ 47,400 ريال، هذه يمثل الانحراف، تمام؟ وهذه يمثل انحراف غير مستوعب، يعني ما استوعبت في تكلفة الأوامر، تمام؟ فبالتالي أنا الآن أصبح عندي انحراف في مقدار 47,400 ريال. فأنا الآن أقوم أوزع هذا الانحراف على الأوامر، تمام؟ حسب نصيب كل واحد من الأعباء، تمام؟ فالآن أستخرج معدل، تمام، الانحراف، تمام، اللي هو معدل الانحراف التكاليف الصناعية الغير مباشرة. كيف نحسبه؟ نحسب مجموع الانحراف، وكان مجموع الانحراف 47,400 تقسيم تكاليف أو مجموع الأعباء الإضافية. فأنا أقسم مجموع الانحراف التكاليف الصناعية الغير مباشرة تقسيم تكلفة الأعباء الإضافية، ويصبح لي كم المعدل؟ كما هو مكتوب عندكم في شريحة رقم 62، 0.21 ريال أو 21 هللة، تمام؟ فيعطيني 0.21. فبالتالي أنا الآن أذهب إلى كل أمر وأشوف الأعباء الإضافية. أروح الأمر رقم 1، كم الأعباء الإضافية فيه؟ 18,000 ريال. خلونا نكتب الحاسبة 18,000 ريال.
نضربها في معدل الانحراف، كم معدل الانحراف؟ 0.212. كم يعطيني الناتج؟ يعطيني 3816، تمام؟ فبالتالي هذا يمثل الانحراف الخاص بالأمر رقم 1. بعدين نذهب إلى الأمر رقم 2، كم حساب الأعباء الإضافية؟ تمام، هذا أخذناه من الجدول اللي عملناه في رقم 67، تمام؟ عندي الأمر رقم 2، كم حساب الأعباء الإضافية؟ 26250 ريال، أضربها في معدل الانحراف اللي هو 0.212، يعطيني كم؟ 5567 ريال، وهكذا، تمام؟ إلى جميع الأوامر. لو أجمع الانحرافات حقت الأوامر لازم يعطيني كم؟ لما أجمع الانحراف الخاص بالأمر رقم 1 والأمر رقم 2 إلى الأمر رقم 6 المفروض يعطيني كم؟ 47400، تمام؟ يعطيني مفروض 47400. الأخت دلال أنت معانا؟ من وين جبتي هذا الرقم؟ أنا أصلاً الانحراف عندي 47400 ووزعته فقط على الست أوامر كل بحسب تكلفة الأعباء الإضافية، تمام؟ فبالتالي لما أنا أجمع هذه الانحرافات يعطيني كام؟ 47400. هذا فقط من باب التأكد، من باب التأكد، تمام؟ طيب ممتاز كذا. الآن خلصنا من يعني قضية الآن حساب الانحرافات، تمام؟ وعندي قاعدة الآن. طبعا حنا ذكرنا لكم الانحرافات هناك ثلاث طرق لإقفالها، تمام؟ حنا نأخذ طريقة يتم إقفالها في الحسابات الرئيسية، أو نتبع مبدأ الانحراف يلحق الأوامر. إيش معنى الانحراف يلحق الأوامر؟ عندي الأمر رقم 1 و2 ذهبوا إلى أي حساب؟ هم كانوا في حساب مراقبة تشغيل أوامر، انتقلوا إلى وين؟ أي حساب؟ إلى البضاعة المباعة. فبالتالي الانحراف الخاص بهم يتم إقفاله في حساب البضاعة المباعة. عندي الأمر رقم 3 و4، ماذا حدث لهم؟ أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى حساب الإنتاج التام، فبالتالي الانحراف الخاص بهما يقفل في حساب الإنتاج التام. عندي الأمران رقم 5 و6، أين هم؟ هم ما زالوا تحت التشغيل، فالانحراف الخاص بهم يقفل في حساب تحت التشغيل. انظروا الآن إلى شريحة رقم 57، فشوفوا الآن حساب الانحرافات بالنسبة للأمر رقم 5 و6، تم وضع الانحراف الخاص بهما وتم وضعه في جانب المدين. لماذا تم وضعه في جانب المدين؟ لماذا تم وضع الانحراف الخاص بالأمر رقم 5 و6 في جانب المدين؟ لماذا تم وضع الانحراف الخاص بالأمر رقم 5 و6 في جانب المدين؟ أنا أتكلم الآن في شريحة رقم 67. الجواب لأن الانحراف هو انحراف غير مستوعب. إيش معنى انحراف غير مستوعب؟ يعني أنا الآن حملت الأوامر بأقل مما يجب. أنا مفروض الآن بالنسبة لما جيت أحسب التكاليف الصناعية غير مباشرة أنا حطيت رقم معين، تمام؟ ولكن فعليا كيف أعرف غير مستوعب؟ لما تكون التكاليف الفعلية أكبر من التكاليف المقدرة، لما تكون التكاليف الصناعية الغير مباشرة أكبر من حساب الأعباء الإضافية، تمام؟ عشان نكون بالدقة، كيف أعرف أنه انحراف غير مستوعب؟ لما تكون تكلفة الصناعية الغير مباشرة الفعلية أكبر من الحساب الأعباء الإضافية. إيش معناها؟ أنا في بداية السنة خلوني أخذ رقم. تخيل أنا الآن في بداية السنة حملت التكاليف الصناعية غير مباشرة بألف ريال، ولكن فعليا شفتها بألف وخمسمية، فالفرق مثلا 500 ريال هذا ما حملته، فأنا الآن عرفت عن طريق الانحراف وحملته في جانب المدين، فأنا زدت تكلفة الأوامر بقيمة هذا الانحراف. ولما يكون العكس أجعلها في جانب الدائن،
لأن أحملها بأعلى مما يجب. لما تكون التقديرية أعلى من الفعلية فأجعلها بجانب الدائم. أتمنى إن شاء الله أنكم ما تلخبطون بينهم. فالآن الأمر رقم 5 و6، أقفلنا الانحراف الخاص بهما في جانب المدين. لماذا؟ لأنه انحراف غير مستوعب. إيش معنى انحراف غير مستوعب؟ أن تكلفة التكاليف الصناعية الغير مباشرة الفعلية أعلى أو أكبر من الأعباء الإضافية، وبالتالي الانحراف أقفل في جانب المدين. وليه أقفلنا في حساب مراقبة تشغيل الأوامر؟ لأن إحنا اتبعنا قاعدة الانحرافات تلحق الأوامر. الأمر رقم 5 و6 ما زالوا في حساب مراقبة تشغيل الأوامر، فبالتالي أقفلنا الانحراف الخاص بهما في هذان الحسابان، أو في يعني في حساب مراقبة تشغيل الأوامر. تمام؟ وبقية الأوامر ذكرناها وسوف نطبقها في حساب الأستاذ المساعد. فالآن خلونا الآن طلب مني السؤال أن أعمل يعني الحسابات في دفتر الأستاذ العام. فخلونا الآن، أنا الآن في شريحة رقم 69، هل الجميع متابع معي؟ ممتاز. عندي حساب الأعباء الإضافية، طبعا أول حاجة جعلناه يعني دائن بمبلغ 223,500 ريال اللي هو يعني في حساب تشغيل الأوامر. بعدين أقفلناه في جانب المدين عندي إلى حساب تكلفة صناعية غير مباشرة بين قوسين الفعلية. بعدين عندي ننتقل إلى الحساب الذي يليه، عندي حساب مراقبة تكلفة صناعية غير مباشرة. تمام؟ هو كم كان ذكر لي في السؤال؟ ذكر لي قيمة 270,900 ريال، هذا في جانب المدين. تمام؟ بعدين أقفلنا في حساب الأعباء، وعندي الانحرافات التكاليف الصناعية غير مباشرة جعلناهم في جانب الدائن. تمام؟ بعدين ننتقل إلى حساب الانحرافات أو انحراف التكلفة الصناعية غير مباشرة في جانب منه اللي هو جانب الأيمن، جعلناها بكم؟ ب 47,400، هذا مقدار الانحراف. وكيف عرفنا؟ هو الفرق ما بين الأعباء الإضافية والتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية. بعدين في جانب اليسار اللي هو له، حنا أقفلنا الانحرافات حسب قاعدة الانحرافات تلحق الأوامر. فالأمر الأول والثاني سلم إلى العملاء فأقفلنا في حساب تكلفة المبيعات، والأمر رقم 3 و4 انتقلوا إلى المخازن فأقفلنا في المخازن. وعندي تشغيل الأوامر رقم 5 و6 ما زالوا لم ينتهون، فبالتالي أقفلنا الانحراف في حساب مراقبة تشغيل الأوامر. طيب، بعدين ننتقل الآن إلى الشريحة رقم 70 اللي هو حساب مراقبة تكلفة المبيعات. فعندي مبيعات، أول حاجة عندي مبلغ اللي هو 290,600 ريال. أتمنى اللي يسألون عن الأسئلة وكذا أتمنى تركزون في الشرح. تمام؟ لن تفيدكم الأسئلة إذا أنتم لم تفهمون هذا الشرح. إذا يعني ما تريدون أن نشرح أوريدي المادة مشروحة، فإذا تبون نجعل اللقاءات فقط نستقبل أسئلتكم فأنا ما عندي أي مانع، بالعكس يعني أسهل علي. فأتمنى يعني تحددون الهدف يعني من هذه اللقاءات، إذا تبون نشرح لكم أو تبون فقط يعني نفتح اللقاء ونقعد يعني نستنى أسئلتكم. طيب، ممتاز. فعندي الآن في شريحة رقم 70 تكلفة، خلصنا الآن، أنا ما أدري الآن نسيت وين وقفت، فأتوقع في حساب تكلفة المبيعات. أي نعم، أنا في حساب تكلفة المبيعات. فعندي في هنا منه مكتوب 290,600 ريال. أنا سألتكم بالتنبيه رقم 1 وأعيد السؤال هنا، من أين أتى هذا الرقم 290,600 ريال؟ في حساب مراقبة تكلفة المبيعات في منه الجانب الأيمن 290,600 ريال، من أين أتى هذا الرقم؟
عشان نختصر الوقت، هذا عبارة عن الأوامر اللي رحلناها من حساب مراقبة. نعم ممتاز أخ حسن، هو مجموع تكلفة الأمر رقم 1 والأمر رقم 2، تمام، وفبالتالي جعلناه في جانب الأيمن، وكذلك لحقناه بالانحرافات الخاص بالأمر رقم 1 والأمر رقم 2. بعدين ننتقل إلى طبعا، وجانب له بيكون إلى حساب المتأجرة أو حساب أرباح الخسارة أو حساب قائمة الدخل. بعدين ننتقل الآن إلى نهاية الشريحة رقم 70 اللي هو حساب مراقبة الإنتاج التام. عندي رقم 381,200 ريال. من أين أتى هذا الرقم؟ نفس الكلام، هو عبارة مجموع رقم ورقم 3 ورقم 4. ممتاز أخ رضوى، وكذلك نضيف عليه الانحرافات الخاصة بهم، تمام. بعدين ننتقل الآن إلى شريحة رقم 71 وهي تمثل قيود اليومية، تمام. والقيود اليومية يعني هذه أخذناها في المقدمة فهي سهلة، من حساب تشغيل أوامر إلى حساب مواد مباشرة، تمام. هذا إثبات صرف المواد. بعدين يعني نطرح أو نجعل حساب تشغيل أوامر دائم في حالة إثبات المواد المرتجعة، وكذلك نجعل حساب مراقبة تشغيل الأوامر دائم في حالة إثبات تحويل المواد. بعدين نجعل حساب تشغيل أوامر مدينا في حالة إثبات الأجور، وكذلك نجعله مدينا في حالة إثبات الأعباء الإضافية. هذه كلها مخذينها من الأستاذ المساعد، وإحنا عارفين قضية كيف نعمل القيود، ذكرناها في المقدمة وذكرناها في تمرين رقم 1 إلى آخر هذه القيود. طبعا في شريحة رقم 72 عندي آخر قيد مقطوع، تمام، ناقص، فخلوني الآن بس يعني أعطيكم إياه. القيد الأخير هو اللي في نهاية الشريحة رقم 72، من مذكورين من حساب تكلفة المبيعات اللي هو الأمر رقم 1 و 2 اللي هو بمبلغ 13,266، وعندي من حساب مخازن مراقبة مخازن الإنتاج التام بين قوسين 3 و 4، تمام. وعندي عفوا من حساب تكلفة المبيعات بمبلغ 8,873 ريال، تمام. وعندي من حساب مراقبة مخازن الإنتاج التام بمبلغ 13,266، وعندي كذلك من حساب تشغيل الأوامر اللي هو بمبلغ 25,261 ريال، إلى حساب انحرافات تكاليف صناعية غير مباشرة في جانب الدائن بمبلغ 47,400. هذا القيد المقطوع قرأته لكم، أي أحد فات يرجع للتسجيل ويسجله. بعدين ننتقل الآن إلى شريحة رقم 73 وهي قائمة تكاليف الأوامر المبيعة عن شهر رمضان. زي ما ذكرنا في التقرير رقم 1 حددنا التكاليف أولا، ومن ثم يعني خرجنا بتكلفة المبيعات أو الأوامر التامة والمبيعة خلال الشهر، تمام. أتمنى أنكم ترجعون لها زي ما ذكرنا في التقرير رقم 1، اللي عنده استفسار يعني يسألني في يعني إذا عنده أي إشكالية لما يجي ذاكر يقدر يسألني عن طريق المنتدى أو عن طريق الإيميل. قبل ما ننتهي، في أحد عنده أي استفسار بخصوص تكاليف الأوامر الإنتاجية؟ بالنسبة للأخت مريم، لما تدخلين على النظام في يعني خاصية بإمكانك تبعثين إيميل تبع المراسلات، وعلى قضية الإيميل. بالنسبة الآن لقضية اللخبطة وكذا، هذه مادة هذه طبيعتها، تمام، ولكن لا تشيلونها. بالنسبة لقضية الاختبار إن شاء الله نعطيكم تمارين توضح لكم يعني طريقة الأسئلة، وبالتالي لا تقلقون منها، تمام. نتمنى الآن لما نأتي إلى اللقاء يكون هدفنا أن نفهم المادة، تمام. قضية الأسئلة هي تحضير حافظ، إن شاء الله بإذن الله لما نعطيكم إياها وأنتم فاهمين بإذن الله بتحلونها ولا عندكم أي مشكلة، تمام.
فأتمنى يعني فقط يعني زي ما قلت لكم الآن، أنا يعني اللقاءات هذه هي تسمى لقاءات مساندة. إيش معنى مساندة؟ أنتم الآن تطلعون على الفيديو اللي وضعته لكم العمادة، في هناك دكتور يشرح لكم المنهج كامل، تمام، موجود عندكم بالصوت والصورة، تطلعون المنهج وتأتون تسألون فقط. هذا هنا دورنا، تمام. ولكن احنا من باب المساعدة قاعدين نشرح لكم يعني كل حاجة بالتفصيل، تمام. نشرح لكم يعني المنهج يشرح في 30 لقاء، احنا نشرحه فقط في 12 لقاء، يعني حاجة تعجيزية، تمام. ولكن عاد احنا نحاول نسدد ونقارب، تمام. قضية الأسئلة يعني اللي أتوقع الناس اللي سألوا ما حضروا معنا في بداية اللقاءات، تمام. فأتمنى أنكم تسمعون اللقاءات وذكرنا قضية الأسئلة، نعيدها مرة ثانية إن شاء الله، بنعطيكم أسئلة على كل فصل، تمام، يوضح لكم طبيعة أسئلة الاختبارات. ولكن هذه الأسئلة لن تنفعكم إذا أنتم لم تذاكروا وتفهموا المنهج. فبندخل في قضية كيف جاءت هذه وكيف حطينا هذه، تمام. أتمنى إن شاء الله يعني تكون الأمور واضحة. إحنا إن شاء الله كل حاجة نعملها من صالحكم، فلا تخافوا، إحنا نبيكم تفهمون وإن شاء الله تجيبون درجات ممتازة بإذن الله. طيب، شكرا، لا يوجد أي أسئلة. إن شاء الله بإذن الله أتمنى أنكم تذكرون الفصل، وإذا عندكم أي استفسار عندكم المنتدى والإيميل. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.